بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجعلها أمطار خير وبركة إن شاء الله، ونقول أمطار خير وبركة. هكذا هي الباوقة، الباوقة الآن تحتضر هذه السيولة الجارفة في كل منطقة في الباوقة. نحن ما بنقول دي أعلى منطقة يمكن في الباوقة، نحن بنتكلم منها، والآن السيل ماشي يا أخواننا بالشارع. فالباوقة بتنادي جميع أهلها، بتنادي جميع أبنائها، بتنادي جميع كل المسؤولين، الولاية، حكومة الولاية المحلية، كل الناس يا اخواننا. الباوقة والله محتاجة، انا بصور ويمكن دي اعلى منطقة في الباوقة حسها السيل، ترى ده قدام البيوت والناس شغالة الردميات يا اخواننا. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يخفف على الجميع، لكن الباوقة الان تحتضر.